الدنيا هتبقى اسهل كتير. الاكس راي ماشين بتتكون من ايه؟ في اكستنشن ارم اللي انا بوجهه بيها، وعندي التيوب هيت والكنترول بانل. تمام، الكنترول بانل دي اللي انا بتحكم فيها السيت ابس، وده الارم اللي انا بعمل له سيتنج على وضع البيشنت والكرسي والكلام ده كله، والتيوب هيد ده اللي جواه ايه الاشعه كلها، والاكس راي بتنتج من هنا، وكل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي جوه الاكس راي ماشين دي. لو انا جبت الاكس راي البوكس ده اللي هو التيوب، شلت البلاستيك ده، هلاقي جوه ايه؟ اهو، خلينا مثلا ايه، ادي البوكس، شلت انا البلاستيك، هلاقي في جواه بوكس ميتال اللي هو ده. خلينا نجيبه من الصورة دي، هلاقي بوكس ميتال بالمنظر ده كده، ده بوكس ميتال جوه البوكس البلاستيك اللي انا لسه شايفه، وجوه البوكس الميتال هلاقي انبوبة ازاز اللي هي دي بالمنظر ده، انبوبة ازاز جوه البوكس الميتال جوه البوكس البلاستيك، يعني عشان برضو ما نتوهش من بعض ونتخيل. ادي البوكس البلاستيك اللي هو التيوب هيد ده، لو شلت البلاستيك هلاقي جواه بوكس ميتال اهو، البوكس الميتال ده هلاقي جواه ازازه مجوفه كده اللي هي بالمنظر ده، شكل ده كده. تمام، لحد كده احنا متخيلين. اللي احنا هنتكلم فيه كله بقى جوه الازازه دي في ايه وايه اللي بيحصل وكل الكلام ده، هو اللي احنا هنقعد نتكلم عليه دلوقتي. تمام تمام مبدئيا احنا اتفقنا ان ده البوكس الميتال اهو، البوكس الميتال بيكون جواه الازازه دي اللي هي بتاع الاكس راي، وكمان في اتنين محولين اللي هي الترانسفورمرز اللي هي المحولات بتاع ثالثه ثانوي اللي هي بتحول الطاقه من اقل لاعلى او من اعلى لاقل. تمام، يبقى انا عندي التيوب الايفاكويتد جلاس تيوب دي، ايفاكويتد ما فيهاش هوا، هنتكلم عنها دلوقتي، وعندي اتنين محولين وعايمين كلهم في زيت، الرصاص ده اللي انا مشار عليه ده زيت حواليهم كلهم. تمام، يبقى البوكس الميتال ده جواه اتنين ترانسفورمرز، اتنين محولين وجلاس تيوب واويل. تمام تمام، جوه الجلاس بقى في ايه وازاي الاكس راي بتنتج؟ هنا بقى هنعرف ازاي الاكس راي برودكشن بيحصل جوه الماشين. تمام تمام، احنا عندنا زي ما اتفقنا ده البلاج كهرباء، احنا اتفقنا ان انا عشان اطلع في محتاج الكترونات تروح تخبط لي في ذره ثانيه تطلع لي منها. الالكترونات دي هجيبها منين؟ هنا بقى اول حاجه عندي كهرباء، في دي تنجستين فيلمنت اهي، دي خيوط من التنجستين زي ما اتفقنا. احنا قلنا بنختار التنجستين ليه؟ عشان في العدد الذري بتاعه كبير وهاي ميلتنج تمبريتشر والكلام ده كله. اهي انا لما اوصل كهرباء على التنجستين هيسخن، تمام، هيطلع لي الكترونات. بس يبقى انا كده ده الجزء بتاع ثالثه سنه، انا طلعت الكترونات حلوه قوي لحد دلوقتي، انا دلوقتي معايا الكترونات. الالكترونات دي بقى عايز اروح اخبطها في حاجه تانية، ماده تانية او ذرات تانية تعمل معاها تصادم تنتج لي فرق الطاقه اللي هو ايه الاكس راي بتاعتي. يبقى احنا كده وصلنا ايه للكونسبت بتاع الاكس راي نفسه تاني اهو. يبقى كده فهمنا دليله. طيب التنجستين فيلمنت دي هسخنها ازاي؟ اولا هوصل الكهرباء، انا لو جيت عليها هي بتبقى خيوط صغيره قوي، لو انا جبت عليها فولت 110 120 حرفيا هتولع وهتتحرق بسرعه، فانا محتاج اقلل الجهد الجاي ده ال 120 وال 110 ده، بروح مدخل على ستيب داون ترانسفورمر بيقللها لي من 5 ل 10، 5 ل 10 كافيه جدا ان هي تطلع لي ايه؟ تسخنها تخليها تطلع الكترونات، لكن لو زادت عن كده ممكن تولع اصلا ومش هتطلع اي الكترونات ولا اي حاجه. تمام تمام، يبقى ده فايده الستيب داون ترانسفورمر، بيقلل لي الجهد اللي جاي من الكهرباء ل 5 ل 10 عشان ادخله على التنجستين فيلمنت. تمام تمام، وده الكاثود، لو نفتكر بقى كيمياء كاثود وانود، الكاثود اللي هو بيكون الجزء السالب تمام، والانود اللي هو الجزء الموجب. تمام تمام، يبقى كده احنا يعتبر عملنا دايره كهربائيه هنا، هنتكلم عنها كمان شويه بالظبط. يبقى انا كده ادي التنجستين فيلمنتس اللي هي الماده اللي انا هطلع منها الالكترونات اللي هتروح تعمل لي تصادم، يبقى دي التنجستين فيلمنتس، بدخل عليها جهد، بدخله الاول اللي جاي من الكهرباء عالي قوي فبدخله على ستيب داون ترانسفورمر يقلله لي ويدخله عليها. تمام تمام، طيب الالكترونات اللي هتطلع دي ما ممكن تروح يمين وشمال وفوق وتحت وكده، انا عايز اجمعها حاجه تحجبها او زي ما بيقولوا ايه تخليها في المكان ده، بحط حواليها حاجه اسمها كاب مولبدينيوم فوكسنج كاب. تمام تمام، فوكسنج كاب بيبقى حاجه زي الكوبايه كده تحجز الالكترونات وجواها تنجستين فيلمنت. تمام، وبتكون نيجاتيف تشارج ومن ماده اسمها الملبدينوم. تمام، بتكون نيجاتيف تشارج، يعني هما كمان عاملينها نيجاتيف تشارج ليه؟ هنعرف دلوقتي ليه، لان انا دلوقتي الماده اللي هنا اهي
هي الفكرة كلها، أنا عايز الإلكترونات طلعت بتعمل حاجة اسمها إلكترونز كلاود، هي الإلكترونات واقفة في مكانها، هي طلعت أمن التنجستين لكن واقفة جنبيها، اللي هو أعمل إيه؟ واقفة، تمام؟ أنا عايز أوديها هناك يحصل تصادم مع التنجستين اللي هناك عشان تنتج لي الإكس راي، تمام؟ هنا هنا بقى إيه؟ ليه أنا بحتاج الكي في بي والكيلو فولت والكلام ده كله؟ أنا محتاج طاقة أو قوة أحرك الإلكترونات دي من هنا لهنا، ومحتاجها تكون قوة عالية قوي بحيث ان الالكترونات دي تكتسب طاقة عالية تكون اقوى من الالكتروستاتيك فورس اللي هنا، عشان لما تخبط في الالكترونات دي تطلع لي ايه؟ طاقة محترمة، تمام؟ تمام. يبقى انا اول حاجة بعملها ان انا بخلي الفوكسنج كاب ده نيجاتيف، لما يبقى نيجاتيف والالكترونز اللي هنا نيجاتيف يبقى الالكترونات هتتحرك كده، هتبعد عنه، اول حاجة. تاني حاجة التارجت بقى اللي هي الالكترونات هتخبط فيه عشان تعمل لي فيه تصادم، بيكون حته مستطيله صغيره كده من التنجستين برضو. احنا قلنا التنجستين ليه؟ طيب انا عايز الالكترونات تمشي ناحيتها، لما انا ادخل عليها فولت اعملها كانها بطاريه زي ما شفنا في السلايد هنا. احنا قلنا ان فكره الفولت ان انا لما بيكون ده موجب بيخلي الالكترونات تجري حوالي ناحيته، تروح ناحيته، ولما يكون كمان هو فولت عالي قوي كل ما الالكترونات تجري اسرع ناحيته قوي. نفس الفكره عملناها هنا، ان احنا عملنا دي كانها بطاريه فيها فولت، وبدل ما ندخل عليها 110 120 لا حطينا ستيب اب ترانسفورمر، فخليناها جهد عالي جدا 6000 من 60000 لحد 120000 فولت، او ممكن نقول 60 كيلو فولت عشان هي الكي في بي، كيلو فولت بيك اللي هنشوفها كمان شويه، يعني ممكن اقول 60000 فولت او 60 كيلو فولت، دي تحولات فيزيائيه ما تشغلناش قوي. فبالتالي انا لما اعمل جهد عالي قوي هنا على التارجت الالكترونات دي هتروح هتنجذب ليها، يبقى في الكتروستاتيك فورس عاليه جدا ما بين دي ودي، فهتجذبها بسرعه جدا، فيبقى طاقتها عاليه جدا، فبالتالي لما تخبط في الالكترونات اللي هنا قوه التصادم هتبقى عاليه جدا، فينتج عنها طاقه عاليه جدا تبقى ايه؟ اكس راي، لان الطاقه دي لو مش عاليه جدا مثلا هتبقى ممكن لايت مش عارف ايه، لكن كل ما الطاقه دي عاليه جدا كل ما انتجت لي الايه؟ الاكس راي بتاعتي. تمام؟ تمام. يا رب ما نكونش تهنا. نقولها تاني سريعا. دلوقتي انا بجيب الكهرباء اللي جايه من البلاج بتاعي اللي هو جاي من الكهرباء عادي بتاعت البيت 110 220، بدخلها على ستيب داون اقللها ل 5 ل 10 فولت، تسخن لي التنجستين فيلمنت، تطلع لي منه الكترون، تعمل لي الكترون كلاودز. تمام؟ تمام. الالكترون كلاودز دي بتفضل واقفه مكانها، انا عايز اوديها هناك بطاقه عاليه. اول حاجه بعمل المولبدينوم فوكسنج كاب، بتخليها يصلها زي تنافر، تخليها تروح الجنب التاني، دي اول نقطه. تاني حاجه بعمل فرق جهد عالي جدا قوي هنا في التارجت اريا، فبالتالي الالكترونات بتروح ناحيتها بطاقه عاليه جدا، فيحصل التصادم، فبالتالي تنتج لي طاقه عاليه جدا الا وهي الاكس راي. طيب في شويه حاجات بقى ايه حوالين الليله دي كلها. دلوقتي الطاقه اللي هتخرج من هنا، الاكس راي دي زي ما احنا عارفين يعني ايه، فوتونات بتنتشر في كل مكان كده وكل حته، ما بتسدد تلاقي حته تنتشر فيها، فبالتالي دي ازاز. لو انا سبت الازاز كده هتطلع هنا وهنا 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 في كل حته في كل انحاء البوكس، فبالتالي انا مش هعرف اوجهها، فانا بيروح عاملين ايه بقى؟ مبطنين الازاز ده كله برصاص. احنا عارفين ان الرصاص بيمنع مرور الاكس راي منه، تمام؟ تمام. ده الليد خلاص، يبقى قلنا خلاص يبقى احوطها كلها بليد او برصاص عشان ما ينتشرش في كل مكان، واروح حاطط حته معينه كده اعمل ويندو صغيره من غير رصاص بحيث ان الاكس راي ما تطلعش الا منين؟ من الويندو دي. تمام؟ تمام كده. انا اول يبقى انا حجمت الاكس راي اهو من الويندو دي بما ان انا بطنتها كلها برصاص. تمام. تاني حاجه احنا اتفقنا ان 99% من الطاقه بتاعت التصادم بتكون حراره 1% بس راديشن. طب ال 99% طاقه دول كل الحراره دي هوديها فين؟ الاكس راي بالعياده كل انا نفسي كلنا هنولع من الطاقه الحراريه الضخمه اللي طالعه دي. فبالتالي اتغلبنا عليها بايه؟ ان احنا وصلنا التارجت حته التنجستين التارجت دي بقطعه نحاس. النحاس زي ما احنا عارفين بيوصل حراره وكهرباء بفعاليه عاليه جدا، فبالتالي انا وصلتها بيه، فبالتالي هياخد الحراره اللي اتولدت دي كلها ينقلها يبعدها عن المنطقه دي كلها ايه ويوزعها. وبره احنا اتفقنا كان في ايه؟ زيت اويل انسيوليتنج اويل، فبالتالي الاويل ده هيطلع هياخد الحراره من النحاس يوزعها على الاويل، فبالتالي يعني نقدر نقول ان حته النحاس دي مع الاويل هو يعتبر نظام تبريد للاكس راي، بحيث ان احنا عايزين نتصرف في الحراره اللي طلعت دي، فبالتالي بوزعها على النحاس وايه والاويل اللي طالع هنا. تمام؟ تمام. ايه تاني؟ في عندي بقى احنا لسه قايلين من شويه
لو كان قريب من النواة هيطلع طاقة أقل من لو مثلا كان أبعد، عفوا، لو كل ما كان أقرب للنواة كل ما هيطلع فوتونز طاقتها عالية قوي، وكل ما كان أبعد طاقة أقل، ولو خبط في النواة ومش عارف إيه. فإحنا استنتجنا إن الفوتونات طاقتها مش واحدة، فأنا عندي فوتونات طاقتها قليلة وطاقتها عالية. إيه الكويس بالنسبة لي؟ زي ما كنا عارفين إحنا عايزين الطاقة العالية عشان إيه، يعمل لي أيونيزيشن أسرع إيه للذرات، تمام. يبقى أنا اللي أنا عايزها أو الإكس راي الكويسة بالنسبة لي هتكون اللي هي طاقتها عالية. طيب اللي طاقتها اقل دي انا مش عايزها، انا هعرض البيشنت للراديشن على الفاضي ليه؟ طب ما انا ابعد الالكترون الفوتونز اللي هي طاقتها اقل دي واجيب طاقات، اخد الطاقات العاليه بس. تمام. يبقى انا لو نلاحظ، بس هي مش واضحه قوي، انا عندي هنا الكترونات خيط ازرق واحمر، انا راسمهم واحده ازرق وواحده احمر. الزرقاء دي انا اعتبر ان هي ايه، لو انرجي، انا كاتبها لو انرجي الكترونز اللي هي الزرقاء، والحمراء هاي انرجي الكترونز. تمام. فراحوا عاملين حاجه اسمها الومنيوم فلتر، وهو برضو تيوب سيل. اولا بيسدل التيوب دي فالزيت ما يطلعش بره، تاني حاجه بيعمل كفلتر. فلتر ازاي؟ الاكس راي لما تطلع من الويندو دي وتخش هنا هيفلترها، هيطلع لي الهاي انرجي الكترونز بس، الحمراء بس زي ما احنا شايفين هنا، الزرقاء مش هتطلع. ليه؟ لان زي ما اتفقنا هو بيفلتر لي، بيطلع لي الاكس راي اللي هي هاي انرجي بس، واللو انرجي بيبعدها. تمام، دي اول نقطه. يبقى انا كده ريحت البيشنت من، وغير كده مش هتظبط لي الصوره وليها مشاكل كتيره، فاحنا نبعدها احسن اللي هي الايه، اللو انرجي الكترون، وعدي الهاي انرجي الكترونز. تمام. وبعدين حطينا حاجه اسمها ليد كولمتر. انا دلوقتي الاشعه لو طلعت بالثيكنس بتاع التيوب كله هتطلع ولكن هتبقى على مساحه اوسع. تمام، على عكس انا لو جمعتها، عارفين زي ايه؟ مثلا لما تيجي انت داخل الكهرباء قطع وداخل بالكشاف في الاوضه مثلا، انت شايف بشكل عام النور واصل للاوضه كلها، ولكن مثلا انت عايز تشوف حته معينه كويس، فبتروح مقرب اللايت قوي او الكشاف على المنطقه اللي انت عايز تشوفها دي. يبقى انت ركزت الضوء، كل ما تركز الضوء كل ما الصوره او الرؤيه كانت احسن. نفس الفكره يعني، مثلا في فيديو هنا صورته برضه ايه، ممكن يساعدنا نتخيل الصوره احسن شويه. يعني مثلا هنفترض ده شعاع، هنعتبر ان هو ده الاكس راي، احنا عايزين نشوف في نقطة اكس على الحيطة. انا هنا باعد النور قوي، انا باعد الكشاف بتاع الموبايل بعيد قوي عن الحيطة، فلو نلاحظ حجم الضوء متوزع على مساحة كبيرة قوي، فبالتالي النقطة اكس احنا مش شايفينها كويس. ولكن انا في الفيديو بدأت اقرب، عمال اقرب الكون اهو او التليفون، كل ما اقرب اكتر كل ما اشوف الاكس راي اكتر، عفوا الاكس، النقطة اكس اكتر، كل ما ابعد الرؤية تقل. فمعنى كده ان انا كل ما بقرب او اجمع الشعاع، يعني هنا شايفين المساحة اللي الشعاع عليها كبير، كل ما بقرب أجمع الشعاع أجمع الشعاع أجمع الشعاع، كل ما النقطة بتوضح والصورة بتبقى أحسن. تمام. نفس الكونسبت هنا، أنا بدل ما أخلي الشعاع يطلع كده فالصورة ما تبقاش أحسن حاجة، لا إحنا هنجمعه، نقربه من بعضيه ونجمعه بالمنظر ده كده عشان إيه، يطلع في حزم كده إيه، متقاربة من بعض ويبقى قريب. ده فايدته الكوليمتر او الليد كوليمتر، بحط حته ليد هنا وحته ليد هنا رصاص، فبالتالي ايه، تجمع لي الاشعه كله ايه في نقطه واحده. تمام. كده تقريبا اتكلمنا عن كل حاجه في الاكس راي ماشين، وهي عباره عن ايه وكده. و يعني انا عارف ممكن ان شاء الله يعني ما كنتش نسيت حاجه، بس ممكن نسيت حاجات، ان شاء لو نسيت حاجه او اي حاجه ان شاء الله ممكن نقولها بعدين في حاجه، او يا ريت في الكومنتس برضو، لان الفكره الموضوع كبير قوي فالواحد بيسقط حاجات كتيره. طيب يبقى كده سريعا نقولها بقى، يبقى كده قلنا البلاج الكهرباء هتيجي هتخش على الستيب داون، هتقلل لي الفولت الخمسة العشرة، تخش على التنجستين فيلمنتس تسخنها فتطلع منها الكترونز، والفوكسنج كاب ده هيجمعهم وهو نيجاتيف، فبالتالي هيبعدهم، هيحصل فيه تنافر ما بينهم، فهتمشي كده ناحية التارجت، الحتة اللي هيخبط فيها عشان يعمل تصادم. وغير كده انا بعمل البلاج برضو بيودي كهرباء للستيب اب ترانسفورمر، بيرفع لي الجهد هنا ل 60 كيلو فولت او 120 كيلو فولت، فبيبقى فرق الجهد عالي جدا، فالالكترونات بتنطلق بسرعه وطاقه عاليه جدا ناحيه التارجت، فتنتج لي الاكس راي تطلع من الويندو، وبعدين بفلترها بالالومنيوم فلتر اطلع الهاي انرجي بس، وبعدين اجمعها عن طريق الليد كوليمتر. و طيب، واتفقنا ان الجلاس دي مبطنه بليد عشان تمنعني السكاترنج او ان الاساءه تتوزع في كل مكان وتطلع من ويندو بس، والاويل ده هو والحته الكبر رود او ستيم ده اتفقنا ان هم بينقلوا لي الحراره ويقللوها.
واتفقنا ان التنجستين فيلامنتس دي هنعتبرها الكاثود او السالبه، الجزء السالب او السالب من الدايره. احنا نعتبر هنا عاملين دايره كهربائيه ومش فيه الكترونات ماشيه، يعتبر دايره كهربائيه. يبقى القطب السالب بتاعه هو الكاثود، والقطب الموجب بتاعه هو الانود. وفي نقطه مهمه برضو هنا، انا عندي الحته دي لو نلاحظ جايين بميل حوالي بتكون ب 20 ديجري، مايله بدرجه 20، لان هي لو كانت ستريت كده كانت الاشعه تروح في كل حته، ولكن لما بتكون مايله كده الانعكاس بيخلي لي الاشعه فوكست قوي كده وتنزل ايه من الويندو اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت برضو ايه حجمها بيكون صغير، حجم لو كبرت قوي ممكن تعمل مشاكل، وفي نفس الوقت لو صغيره قوي ممكن تتحرق وتعمل لي مشاكل، فبالتالي الحجم بتاعها بيكون ايديال بالمنظر ده. تمام، طيب هنكمل، قربنا نخلص كده، ولو في حاجة وقفت معانا هنرجع لها. طيب نراجع عشان لو نسينا منهم حاجة، ولا الاكسترنال هاوسنج اللي هو احنا اتفقنا الصندوق الميتال اللي هو جواه الزيت والازاز والكلام ده كله، ستيب داون ترانسفورمر اللي هو بيدي للكاثود، والستيب اب ترانسفورمر اللي بيدي للانود، والايفاكويتد جلاس هاوسنج. اه الجلاس هاوسنج بيبقى ايفاكويتد يعني ما فيهوش هواء، ما ينفعش هنا يبقى فيه هواء، لان لو حصل هواء دي اول ما تسخن هتتاكسد وتتحرق، زي فكره اللمبه الحمراء بتاع زمان دي لو ما فيش ازازه تلاقيها اتحرقت على طول. وفي نفس الوقت احنا بنتعامل على مستوى الالكترونات، ما هو الهواء ده ذرات، لو في هنا ذرات هواء ما الالكترونات ده تخبط في ذرات الهواء ومش هتبقى وما لهاش دعوه بالتنجستين ده اصلا، فبالتالي لازم تبقى ايفاكويتد وما فيهاش هواء. الكاثود اللي هو التنجستين فيلامنت، والمولبدنم فوكسنج كاب قلناه، والانود، والكبر ستيم قلنا او اللي هو الكبر رود وقلنا بيعمل ايه، والالومنيوم فلتر، والكوليمتر ليد كوليمتر، والبوزيشن انديكيتنج ديفايس او البيم انديكيت البي اي دي والكلام ده كله اللي هو ايه الكون اللي بيطلع منه ايه الاشعه اللي هو الجزء اللي انا بوجهه. تمام تمام ماشي، دي اهي لسه قايلينها. الكنترول بانل، انا عندي الكنترول بانل دي بتحكم فيها في ثلاث حاجات او القديمه منها، يعني في حاجه اسمها الاكسبوجر تايم والكي في بي او الكيلو فولت بيك والمليمتر امبير. طيب الثلاث حاجات اللي انا بتحكم فيهم دول، انا لما اتحكم في المليمتر الملي امبير اللي هو مقدار الكهرباء اللي داخل ده، تمام، لما انا ازود الكهرباء كل ما الكهرباء دي زادت، تمام، زودت الملي امبير اللي داخل، تمام، كل ما ايه اللي هيحصل لما الكهرباء تزيد اكتر هتسخن اكتر هتطلع لي الكترونات اكتر، تمام. فواحد يقول طب ما احنا نزود يا عم، زود كتير بقى وخليها تطلع الكترونات كتير، لا اقول لك ان احنا برضو مرتبطين ايه في عوامل تانية، ان الفيلمنتس دي مثلا ممكن تتحرق، في مش عارف ايه، في عوامل تانية محيطه مش بس ده، ولكن احنا بنقول ايه اللي هيحصل، في ليميتس معينه. اه يعني انت ممكن تزود لحد ليميت معين، ممكن تقلل لحد ليميت معين، العمليه كلها في عوامل تانية بتحكمها، تمام. طيب انا لما ازود يبقى انا هزود السخونيه بتاعت الفيلمنتس دي، فكميه الالكترونات هتطلع اكتر، فبالتالي انا لما ازود الملي امبير انا بزود الكوانتيتي بتاعت الاكس راي، لان انا هزود الالكترونات اللي طالعه هنا، فبالتالي الالكترونات اللي هيحصل بينها تصادم هنا هتبقى اكتر، فبالتالي الطاقه اللي هتنتج اكتر، فبالتالي الاكس راي اللي هتنتج اكتر. يبقى انا بتكلم على كميه فقط، يبقى انا لما اتحكم في الملي متر الملي امبير عفوا، يبقى انا بتحكم في الكوانتيتي اوف اكس راي، كل ما ازود الملي امبير كل ما ازود عدد الالكترونات كل ما تطلع لي اكس راي اكتر. دي اول نقطه. طب الكيلو فولت الكي في بي او الكي في الكيلو فولت بيك لما ازودها، لما انا ازود دي هزود فرق الجهد اللي هنا اكتر، فبالتالي الالكترونات هتيجي تبقى طاقتها ازود، واحنا اتفقنا كل ما الطاقه تبقى اعلى كل ما تنتج لي اكس راي طاقتها التصادم هيبقى اقوى، فالطاقه اللي هتنتج اقوى فالاكس راي هتبقى اقوى واحسن وطاقتها عاليه، واحنا عارفين ان كل ما الطاقه كانت عاليه بتاعت الاكس راي ده كل ما كان احلى وكانت افضل. يبقى كده ممكن نقدر نقول ان الكي في بي او ان انا لما ازود فرق الجهد هنا فسرع الالكترونات دي فالتصادم يبقى اقوى فالاكس راي ناتجه اكتر واحسن، يبقى انا بزود الكواليتي بتاع الاكس راي. هي الالكترونات هنا نفس الكميه، تمام، هي نفس الاكس راي، ولكن هنا لما بسرعها انا بزود الطاقه بتاعتها، فالاكس راي اللي هتنتج هتبقى طاقتها اعلى فجودتها افضل. يبقى انا اقدر اقول لما اتحكم في الملي امبير انا بزود الكواليتي بتاعه الاكس راي، ولما بتحكم في الكيلو فولت بيك او الكي في بي انا بزود الكواليتي او جوده الاكس راي. تمام تمام. برضو واحد يقول طب ما تزود يا عم فوق خالص، برضو لا، في حاجات بتحكمنا ان التارجت دي ممكن تتحرق وحاجات كتيره بتحكم. الاكسبوجر تايم، ايه هو الاكسبوجر تايم بقى؟ احنا زي ما اتفقنا هنا قلنا الالترنيتنج والدايركت كارنت، التيار المتردد
طالع نازل، في متردد يعني، في هنا شحنه، في هنا كهرباء، هنا ما فيش كهرباء، كهرباء ما فيش كهرباء، كهرباء ما فيش كهرباء، ماشي بالمنظر ده، على عكس المستمر في كهرباء ماشي على طول الوقت. طيب ما انا لما بعمل هنا كهرباء في الكترونات بتطلع، اجي هنا ما فيش كهرباء ما فيش الكترونات بتطلع، اجي هنا في كهرباء الكترونات بتطلع، ما فيش كهرباء، وهكذا. معنى كده ان انا مع التيار المتردد ما فيش كهرباء بتطلع طول الوقت، فبالتالي ما فيش الكترونات هتطلع طول الوقت، فما فيش اكس راي هتطلع طول الوقت. يعني انا دلوقتي اهو في الكترونات طلعت هنا، ويعني هنا اهو دي طلعت فوق كده، التيار المتردد طالع فوق كده، يبقى في كهرباء، فبالتالي في الكترونات هتطلع هنا فهتروح هناك فتطلع الاكس راي، تمام؟ دي في الحاله الاولى. لكن لما نيجي للنقطه دي مفيش كهرباء مفيش سخونه، فمفيش الكترونات هتطلع هنا، فمفيش حاجه يحصل تصادم هنا، فمش هيحصل اشاعه هنا. يعني نقدر نقول ان الاشعه دي عماله كان حد بينور ويطفي كده، ينور ويطفي، ينور ويطفي، دي الاكس راي، بنعبر عنها وبنسميها بولسز. تمام. طيب التيار المتردد اللي بيكون عندنا عامه، او اللي احنا في البيت او في العياده اللي انت بتوصل عليه الاشعه، بيكون تقريبا من 50 ل 60 هرتز او سايكل، تمام؟ اللي هو واحد في الثانيه، تمام؟ 60 في الثانيه، يعني هو بيطلع كده واحد في الثانيه، واحد في الثانيه. طيب يعني 60 موجه في الثانيه، والموجة احنا عارفين هي جزئين، جزء فيها ما فيهوش كهرباء وجزء فيه كهرباء، يعني احنا الجزء اللي فيه كهرباء هو تقريبا ربع ثانية. يعني ايه عشان نوضحها اكتر؟ دلوقتي احنا الثانية الواحدة اهي فيها موجة، هي فيها 60 موجة في الثانية، تمام؟ هنفترض ان الثانية فيها 60 جزء، تمام؟ طيب يبقى ال 60 جزء اللي في الثانية دول بيحصل فيهم في كل جزء 60 موجة أو 60 دايرة كهربائية سايكل من التيار المتردد، تمام؟ طيب هل في كل الدايرة بيبقى في جزء من الثانية السايكل كلها فيها كهرباء؟ لا، ده نص السايكل بس. يبقى أنا عندي 120 جزء في الثانية. لو أنا هقسم الثانية ل 120 جزء، أدي 1 2 مثلا، 2 بيحصل عندي 2 من ده في الثانية، تمام؟ 60 واحدة، 60 في 2 في ثانية. أنا عارف ممكن تبقى متلخبط شوية، لكن أدي 1 2، دول 2، الاتنين دول هما بيكونوا السايكل، وبيحصل عندي 60 سايكل في الثانية. يبقى أنا عندي كل 60 سايكل في الثانية، كل سايكل فيها 2 بلس، يبقى كل سايكل فيها 2 بلس، وأنا عندي 60 سايكل، يبقى أنا عندي 120 بلس، 120 بلس في الثانية. يبقى أنا الـ each بلس هتبقى إيه؟ 1 على 120 في الثانية. يبقى أنا الثانية الواحدة البلس بتاعتي بتبقى 1 على 120 جزء من الثانيه، تمام؟ يبقى وبرده خلينا متفقين، يبقى انا كده لو انا عندي 60 سايكل التردد الالترنيتنج كارنت عندي 60 هرتز، يبقى انا عندي الاكس راي هتبقى 60، التردد زاد الاكس راي هتزيد، وهكذا. يبقى دي علاقه الاكس راي مع التيار المتردد. معلش ممكن تبرخنا شويه، ولكن ان شاء الله فهمناها، ان انا الجزء اللي فيه كهرباء بيطلع فيه اكس راي اللي ما فيهوش، وهكذا. ده ايه علاقته؟ ان شاء الله تكون وضحت يعني. وطبعا الرينج اوف فوتون انرجي، طاقه الفوتونز ما بتختلفش مع اختلاف الحاجات دي. يعني هي ايه؟ هي هنا كهرباء في ما فيش، هي الفكره الالكترونات هتطلع بنفس الطاقه، ما لهاش دعوه يعني الفكره هتطلع او ما تطلعش، لكن لو طلعت هتبقى بنفس الطاقه، ما لهاش ايه، ما فيش اختلاف في الطاقه نفسها. عشان كده في دلوقتي اكس رايز بيستخدموا على التيار المستمر، التيار المستمر بيبقى 800 سايكل في الثانيه، فبالتالي كميه الاشاعه بتبقى طالعه كتيره جدا، فبالتالي بتبقى حوالي 800 سايكل. فانت عيش بقى، يعني هنا كانت 60 سايكل وبيطلع منها كده، فما بالك بقى لو كانت 800 سايكل، فهتبقى اكتر كتير. طيب ايه اللي يخصني بقى في الليله دي كلها في اكسبوجر تايم؟ الاكسبوجر تايم ان انا دلوقتي لما اعرض العيان مثلا لثلاث ثواني اكس راي، 3 ثواني يعني معناها ان انا هيطلع له مثلا 60 بلس في الثانيه، يبقى 3 ثواني يبقى ايه؟ 180 بلس في الثانيه، لان انا عندي ايه؟ العدد اقل. يبقى انا باختصار الاكسبوجر تايم المقدار اللي العيان هيتعرض له من الاكس راي بالتزامن مع التيار المتردد. معلش الحته دي رخمه شويه، ولكن ايه؟ نحاول نفهمها، معلش ان شاء الله تكون وضحت يعني، تمام؟ دي كده بقى احنا قلنا الثلاث حاجات اللي احنا بنتحكم فيها في الكنترول بانل. الاكسبوجر تايم دي الامبلسز، اللي هو كام ومضه او كام امبلس العيان هيتعرض لها خلال الثانيه الواحده، تمام؟
والكيلو فولت اللي هو الكي في بي، وقلنا بيأثر على الاكس راي كواليتي، والملي امبير رينج اللي هو الام اي، ده بيتأثر على الاكس راي كوانتيتي، كميه الاكس راي، مش الحجم، الكواليتي